والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا فكان الناس بتوسع في أمر المأتم أما الآن فصعب على الناس الصرف عليه المادي فبيقوا بخلوها لا لا يا أخوانا نحن دارين ننظر للموضوع ده أولا من باب السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والكان بيعملوا الصحابة الكرام أولا العزاء لا ينتهي العزاء في ناس بيقول لك انتهى العزاء بانتهاء الدفن العزاء ما بينتهي ليه؟ لأن العزاء هو تصبير لأهل الميت ده تصبير العزاء وفي فريق بين العزاء ولمة الناس في البيت العزاء كونك تمشي تعزي الزول حتى وإن دفنوا تمشي تعزيه ولو برا العاصمة تمشي تعزيه وتصبر على مصيبته وقفتك معاه وجيتك انت له كصديق أو قريب من الأقرباء بتصبروا على مصيبته ده ما بينتهي ما في مشكلة المشكلة في تجمع الناس متلمين كلهم قاعدين في بيت صاحب المصيبة وصاحب المصيبة ذاته هو الذي يتقدم بصنع الطعام وإكرام الناس النازلين عنده وهذه مصيبة ثانية طيب البعض بيستدل بحديث فهمه غلط وهو حديث لما مات جعفر رضي الله عنه شهيدا في مؤتة وكان الحزن في بيت جعفر رضي الله عنه والمصيبة عندهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم وما كانت تصنع السيدة عائشة من يعني شراب كده اسمه التلبينة يعني قريبة من النشا بتاعتنا دي بيسواها بالشعير ويعني أحيانا شيء من اللبن دي انت كجار بتصنعها لأهل الميت لأنه ما بيقدروا هم يولعوا نارهم ويطبخوا والحزن نازل عليهم ما بيقدروا يعملوا أكل لنفسهم بتمشي تعمل وشفقها الصحابة السيدة عائشة كانت بتعمل التلبينة دي هي شراب ما أكل ليه؟ لأنه يا أخوانا زول النازل به مصيبة ميت له أبوه ولا جناه في وقت زي ده لا يمكن يخد ثلاث صينية ويقعد يأكل ما بيقدر والجسم بيكون محتاج وقد يكون مرهق من الليل في إجراءات المستشفى ومن المستشفى طلعوا وحصلت الوفاة لحد ما دفنوا بيمكن يكون من بالليل ما أكل حاجة لحد الظهر بالنهار بيكون جسمه تعبان فمن فقه الصحابة إنه يدوا حاجة يشربها النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي قال أقوى للبدن وأذهب لشيء من الحزن ذات عندها حكمة هي لما يشربها بيشيل منه شيء من الحزن بتاعه وبعدين بتقويه فاصنعوا لآل جعفر طعاما جيران الناس المصيبة بيعملوا أكل بيودوا لهم لحد ما هم يجيفوا ويقدروا يطبخوا في بيتهم انتهى الموضوع ده خلاص طيب في ناس بيسألوا بيقول لك يا أخي بينزلوا عندنا ضيوف من بعيد الجاي من مرواب الجاي من حلفة الجاي من بورسودان وجاي يعزي طيب يا أخواننا الضيف النازل من بعيد يكرم إكرام الضيف العادي لكن ما في شيء بخليك تعمل صيوان وضبائح وخدار جايبينه من الملجة ولام الناس في وليمة الضيف النازل من بعيد يكرم إكرام الضيف زي ما بينزل عندك زمان إذا ديوانك ما شال الناس بيشيلهم ديوان جارك ده الضيف الجاي من بعيد أما سيد البلد الزول الجاي عزة يعزي ويطلع طوال يعزي ويطلع وإنت قد تقول لي إنه أنا ما بقدر أمنع الناس أطردهم من البيت يعني ما تطردوا متى لكن ما تعمل وليمة شوف إذا بيقعد بس وليمة ما تعملها يجي يلقوك يا هدى قاعد مش أنا ميت لي زول أنا قاعد في صالون يا هدى وأي زول جاي داخل علي يعزيني عزاني شرب لي مويه ومرق بس في شنو تاني بيقعد بعاين هاي ما عزيتني في شنو تاني بعاين بهنا بهنا ما في صينية داخلة ولا طماطم مارقة انتهى الموضوع بيشن علاته وبيمشي ده الأمر كده الجار القريب هو اللي بتولى الأمور والتفاصيل الثانية قد يكون هم محتاجين حاجة
في يعني من قروش المعتم شي قص العفو الدفن المستشفى شي قصر لهم الجنان القراب بيقوموا بالأمر ده. لكن كون الناس وشوف الناس لو ما بيتعاونوا على كان خلوها، لكن يجي يقول لك يا أخي ده الدفتر ويرصوها لستة كبيرة جدا ويلفوا يا ناس الحلة كلهم والصحبان والجيران والأهل ولهم دي لسه بتاعت عزا فلان ليه؟ لشنو؟ وبتبقى في النهاية ديون باقي على رقبة الزول ده. دي كلها يا أخوانا لمخالفة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع ده ما فيه مجاملة، أصله ما تجامل فيه زول، دي سنة. وهي داري وقعوك في كبيرة من الكبائر ما تعملها، حصل عزا لأي زول تمشي تعزيه جوا العاصمة ولا برا، تمشي تعزي أي زول، عزيت الزول وصبرته على مصيبته وديت الواجب ألبس نعلاتك وامرك، انتهى الموضوع على كده. أما المجاملات والناس متكسرة قاعدة ومبطلة أشغاله يقول لك والله فلان داك قعد معاي ثلاثة يوم إلا أقعد معاه ثلاثة يوم، يبطل شغلته ويعطل حياته ويضيع ولاداته، قاعد ماشي قاعد لا في محلة بتاعت بكا ولا الميت ولا طارين ولا في ذا بيدعو لذاته، يسفوا في التنباق ويقروا في الجرائد ويكذبوا وشغالين سياسة وده بيجاي السوق غيلة وداك المطرة كسرت بيتنا، الميت ذاته ما في ذا جايب له خبر. ده كله يا اخواننا ما بيجوز. ادعو للميت من بيتكم هناك، ادعو له والله في صلاتك في وقت المطره في وقت الدعاء المستجاب، ادعو له ربنا وربنا يتقبله. السلام عليكم.